نكمل انطلاقتكم ويانا برنامج شباب جولف بوجود الضيف اكيد منورنا ومبدع عبد الله شعبان من النادي الكويتي في جامعه بولدر في ولايه كولورادو بامريكا. يعطيك الف عافيه ومنورنا بالبرنامج. الله يسلمك. بدايه يمكن قعدت ادردش انا وياك عبد الله عن النادي، وللامانه فكره جميله كونكم شباب كويتيين طلبه، فكرتوا في انكم تلمون يمكن شمل الطلبه في نادي جميل هادف، يمكن الواحد يقدر يفجر طاقاته اكيد وافكاره، بيئه ايجابيه جميله وانا اسميها بيئه اسريه اكيد. فلو بتكلم شوي وادش واتعمق يعني بموضوع النادي، الهدف من انشاء هذا النادي يمكن بولاية كولورادو أكيد وللطلبة المبتعثين بأمريكا. عدل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على الاستضافة. جامعة كولورادو بولدر، النادي الكويتي في جامعة كولورادو بولدر، أولاً النادي من الطلبة للطلبة، هدفه أن نجمع الطلبة الكويتيين ونخلق مجتمع كويتي مصغر. طبعاً كل هذا يكون عن طريق الأنشطة الترفيهية والرياضية والخدمات الأكاديمية، مثلا عندكم بطولات كره نجمع الطلبه فيها، انشطه للطالبات منها الجو كارتينج مثلا شوي يكون، وغير عن كذي ما دام احنا مسجلين رسميا بالجامعه احنا نكون ممثل للطلبه الكويتيين، اذا احتاجوا اي شيء مع مكتب رسمي بالجامعه ولا واجهتهم اي مشاكل مع جهه رسميه من الجامعه احنا نكون ممثل لهم، احتاجوا اي مساعده ولا واحد يوقف معاهم احنا نكون متواجدين. ممتاز. يمكن عبد الله الفكره وايد للامانه حلوه، خصوصا يمكن في وجود نادي زين وبامريكا ومع طلبه اكيد مبتعثين كويتيين، فشيء وايد حلو يعني، ومشكورين على انكم مديتوا اياديكم البيضاء في انكم تسعون في اسعاد الطلبه. راح ندش اكثر واكثر اكيد في تفاصيل هالموضوع، ولكن من بعد ما ناخذ معكم فاصل صغيرون ونرجع نكمل حوارنا. للأمانة ما أدري شو أقول، يعني الفيديو وايد وايد حلو، يعطي ألف عافية عثمان طبعا صديقك اللي موجود ويانا خلف الكواليس مخرج المستقبل ما شاء الله، هو اللي قام بالتصوير أكيد هالفقرات الجميلة. طبعا يعطيك ألف عافية عثمان الفلي اللي للأمانة أبدع، ويمكن كان مفاجأة لك عبد الله ما كنت تدري، وقال لك إن أنا ما خلصت أول مقطع بعد أول مقطع تفاجأت فيه. زين الفيديو هذا كلمنا عنه أكثر، يعني ما شاء الله إحنا شفنا اللقطات بعض الأماكن اللي يمكن تجمع الطلبة الكويتيين بأمريكا، فيعني أحس ما شاء الله في كثير من المواقف الجميلة اللي تم تصويرها، فكلمنا عن الفيديو نفسه. الفيديو عبارة عن اختصار كل الأنشطة اللي قدمناها. أول بداية الفيديو طبعا غير البداية اللي أنا تكلمت فيها اللي تفاجأت فيها كانت يمعتنا الشباب الديوانية الأسبوعية، بعدها كانت الاحتفالية الوطنية بيوم الوطني وذكرى التحرير. لقطات من الاحتفالية قدمنا فيها فقرات مسابقات وفيديو عرض هم من إخراج عثمان الفلي، وبعدها سوينا مثل جلسة افتتاحية. حلو. احنا من نشاط أو الاحتفالية سويناها يعني افتتاح انشطتنا كلها عشان يعني مثل ما تقولين نجيس النبض، نشوف في تقبل، تشوفون الاجواء او اللي تفاعل من الطلبه وكذي، شفنا انه والله حضور كبير. بعدها قررنا نسوي الجلسه افتتاحيه نقدم فيها افكارنا واهدافنا ونسمع من الطلبه نفسهم هم شنو يبون، واي استفسارات من عندهم، اي اسئله، اقتراحات. ممتاز. خلصنا الجلسه الافتتاحيه، بعدها يمكن البينت بول النشاط الثالث، وبعدها سوينا نشاط للطالبات نشاط شواء. حلو. اهم شيء ما شاء الله الاجواء الجميله، يمكن اللي تحسس الواحد انه هو اكيد مديرة قربة، فتقرب اكثر واكثر ما بين يمكن الاجواء والانشطه اللي موجوده. النادي يمكن فكرته وايد حلوه للامانه، فاكيد في بعض الاشخاص يمكن اللي ابدعوا من خلال تاسيسهم لهالنادي هذه والفكره، فكلمنا من مؤسسين النادي اللي بالفعل ما شاء الله عليهم حاولوا كثر ما يقدرون من خلال مشوارهم الحافل بالانجاز انهم ياسسون هالنادي الهادف. حلو. النادي طبعا كان متاسس خلينا نقول من قبل 2010 تقريبا 2009، بس اللي اسسوه كانوا طلبه خريجه، كان اخر كورس لهم، قالوا على الاقل خلينا نختم يعني مسيرتنا الدراسيه بهالنادي، فاسسوا النادي بس من عقب ما تخرجوا وقف.
فاحنا مجموعة من الطلبة 9 قررنا ان نفتح نادي. رحنا حق طبعا النادي لازم يكون مسجل بالجامعة. نعم. يكون رسمي. رحنا بنسجل ولا اوريدي مؤسس وخالص. إذا يعني خلينا النادي يعني موجودة فكرتها من قبل. أيه. بس أنت بس ما كان تأسيس ال. أيه. فاحنا ردينا عشان يعني نفعل من أول نبدي الأنشطة بعد مرة نسوي النشاطات والفعاليات. فيعني ردينا أسسنا من أول. ما شاء الله 9 أعضاء الحين أنتوا بالنادي. حلو. إذا كونكم 9 أعضاء أكيد النادي يمكن يبي له بعض الأمور المكلفة خلينا نقول شوي. صحيح. كميزانية يمكن تقسيم الأقسام اللي داخل. صحيح. وجود أنشطة يعني محتاجة لبعض الأمور المالية البسيطة. كونكم طلبة وأنتوا قاعد تدرسون بالخارج يعني شلون كانت لكم هالأمور هذه خصوصا بالميزانية؟ هل سببت لكم بعض خلينا نقول العقبات؟ مثل ما قلت احنا يعني بدينا عشان بس نشوف التفاعل، نشوف اذا في طلبه يتقبلون في حضور ولا لا. فعلى هالاساس الميزانيه والتكلفه كلها مساهمات من الاعضاء نفسهم. احنا قاعد نساهم ونسوي فيها الانشطه من نفسنا. طبعا شفنا تقبل كبير وفي حضور، فعلى اساس ان نكبر النادي ونكبر انشطتنا ان شاء الله راح يكون في اليه اشتراك بالكورس. اللي حاب طبعا يساهم ويتبرع من الطلبة نفسهم عشان نبني ميزانية أكبر ونقدم أنشطة أكبر. التقسيم النادي في احنا قلت 9 أعضاء، كل واحد طبعا له دور. ممتاز. في عندنا رئيس النادي ونائب الرئيس، أمين الصندوق وأمين السر. حلو. واللجنة الإعلامية والعلاقات العامة. إذا لو بنتعمق شوي بالنادي وندش ونشوف أجواء النادي، الأقسام اللي موجودة داخل الأنشطة اللي تسوونها، البرامج اللي تقدمونها للطلبة، أكيد كل هالأمور هذه تم تنسيقها بينكم أنت وأعضاء النادي، فكلمنا عن أبرز الأنشطة والبرامج والأفكار اللي بتقدمونها إن شاء الله للطلبة اللي موجودين بأمريكا. يمكن أكبر نشاط سويناه كانت الاحتفالية الوطنية اللي طلعت بالفيديو. كان أكبر حضور إنه كانت بدايتنا. ومع الاحتفالية الوطنية هم سوينا فيديو مدة 5 دقائق، هم كان له إقبال كبير، تقريبا 9000 مشاهد نزلناه بقناتنا باليوتيوب. ما شاء الله. حلو. عشان الفيديو كان بالضبط حياتنا اليومية بالجامعة اللي معاتنا وياكم. اي نعم. مشاريعنا القادمة إن شاء الله نحاول نسوي بطولات سنوية للكرة حق الشباب. عندنا جو كارتينج هم بننظم نسوي، يعني تقريبا هذه الأشياء كذي. يعطيكم ألف عافية للأمانة شبابنا قولوا فعل بالكويت وخارج دولة الكويت في إنهم قاعد يسعون كثر ما يقدرون في إسعاد يمكن حتى الطلبة، في إنكم قاعد تسوون هالأجواء الجميلة يمكن في خلق بيئة إيجابية والواحد يقدر يستمتع يمكن من خلال وجود هالنادي اللي موجود أكيد بأمريكا. خندش شوي نتكلم عن بعض الأمور اللي خلينا نقول أو العقبات أو المشاكل اللي صارت لكم، يمكن أكيد كل إنسان يمر في هالمراحل هذه، بس الأجمل في أنك أنت تعدى هالعقبات هذه أو المطبات في إنجاز جميل. آخر شيء تحط لك فيه بصمة كويتية، فيمكن نبي منك أبرز المشاكل اللي تعديتوها أكيد يمكن من خلال عزيمتكم يعني وأصراركم. العقبات ما هي كبيرة الحمد لله، كل شيء الأمور مشيت بسلاسة، بس الحمد يعني نقدر نقول تأسيس النادي بدايتنا، التنظيم، يعني تقسيم الأقسام اللي داخل بالنادي. نعم. الميزانيه خلينا نقول المساهمات، مرات طبعا ودنا بشيء كبير بس ما دامها مساهمات من الاعضاء فيعني تكون الميزانيه شوي محدوده فاللي عليك تدرون عليه اقل من المتوقع، بس هم نطلع بشيء حلو. غير كذي الحمد لله امورنا ماشيه وقدمنا حق الطلبه يعني الاشياء ان شاء الله اللي حبوها. وغير الحمد لله انتم قدها وقدود اكيد، وشبابنا دائما يطمح يمكن لغد ومستقبل جميل باهر اكيد بالعطاء والازدهار. يمكن الاجانب شوي كونكم شباب كويتيين وطلبه، شلون كانت تقبل هالفكره يمكن او ثقافه النادي الموجوده عند الاجانب، ردود افعالهم؟ حلو. طبعا احنا جامعه كبيره تقريبا 60,000 طالب، ف يعني عرض ثقافاتنا حق الاجانب ما تكون بصوره يعني علنيه. احنا عندنا بالجامعه سنويا يسوون مهرجان الدولي، ك
كل دولة أو الدولة اللي فيها طلبة بالجامعة ممتاز يعطونهم بوث يقدمون فيه أبرز الأشياء الثقافية للدولة نفسها. فعن طريق البوث أو المهرجان الدولي نقدر نقدم حق الأجانب إحنا شنو الكويت نقدر نقدم لهم شنو ثقافتنا عشان نعرفهم زيادة. وغير كذي هم بالمهرجان الدولي كل دولة لها وقت محدد تقدم فيها عرض هم تعرض فيه ثقافاتها. عليكم يعني من خلال هالبوث هذا أكيد جتكم الفكرة في أنكم تعرضون فكرة النادي. بالضبط. حلو. تم تقبل للفكرة. أي البوث يعني مشاركة دولة الكويت بالمهرجان الدولي تقريبا من التسعينات. نعم. فسنة على سنة عن سنة عن سنة عن سنة قلنا أو المؤسسين جت لهم الفكرة من المهرجان الدولي خلنا نسوي شيء دائم خلنا نقدم أنشطة دائمة. وطبعا المشاركات اللي للأنشطة مو بس الكويتيين الخليجيين هم يحضرون. ممتاز. في كان الاحتفالية الوطنية هم أجانب أحضروا. حلو يعني خلينا نقول في تفاعل من قبل الأجانب الحمد لله وتقبل الأفكار يمكن اللي قاعد تقدم من قبلكم كونكم طلبة كويتيين. شيء حلو أنكم تدمجون هالفكرة هذه فإن الواحد بالفعل يدخل هالثقافة هذه لقلبهم بشكل جميل ومبسط. نعم. فالحمد لله لاقت يعني استحسان الفكرة. زين النادي من بعد إنشاء النادي من بعد إنشاءكم لكثير من البرامج والأنشطة اللي موجودة أكيد في بعض الأفكار يمكن اللي طرت على بالكم في إنكم قاعد يمكن في طور الاستعداد في تنفيذها. فلو بتكلم عن جديدكم بالمستقبل شنو أهم الخطط المستقبلية اللي تم تخطيطها من قبلكم؟ طبعا إذا حصل الميزانية الكبيرة إن شاء الله راح نقدم أنشطة أكبر. في بالنا مثلا نسوي فعاليات على مستوى الولاية كلها مو بس المنطقة. نقدر نجيب ضيوف من برا مثل ما قلت نسوي بطولات سنوية هم يحضرونها من ولايات ثانية. يعني أهم الأشياء أن نقدم أنشطة عددها أكثر وحجمها أكبر مو بس عشان المنطقة حق الولاية كلها. الله أحلى شيء يعني البطولات. أنا عجبني يمكن عبد الله في أنهم يتلهم فكرة أنهم يسوون بطولات. نعم. يمكن تشاركون فيها الطلبة من باقي الولايات. عدل. بالضبط. كمشاركة. حلو. بالضبط. وشون كانت الأجواء يمكن أو شعور الطلبة من بعد ما طرحتوا هالأفكار هذه اللي إن شاء الله راح تنفذ بالمستقبل؟ طبعا تقبل كبير. يمكن أنا ذكرت هالشغلة لأن يعني طلبة أمريكا أو شباب بالأخص يحبون كرة القدم. فأكثر شيء يعني يحبون الرياضة. رياضة. فعشان كذي احنا قلنا نطرح فكرة البطولات. وطبعا تقبل عقب ما قدمنا هالفكرة حق الطلبة يالنا تقبل من ولايات ثانية من نوادي ثانية يبون مثلا نسوي بطولة مشتركة بين كذا نادي بأمريكا. فبهالطريقة نقدر نكبر النشاط نسويه على مستوى أمريكا كلها. إن شاء الله يا رب نشوفكم في أعلى المستويات. ولا تنسوا البنات بناتنا طبعا يعني نبي بعض الأنشطة بعد والبطولات يمكن حتى الرياضية طبعًا. اللي يقدرون يفجرون فيهم بعد طاقتهم طبعًا يعني طبعًا. من بعد عناء دراسة شوي واحد ياخذ له بريك يمكن ويستانس بهالأنشطة والبطولات الجميلة. أكيد عندكم انستغرام خاص عندنا بالنادي وفكرة النادي أساس واحد يقدر يدش أكيد ويستمتع ويشوف. فالانستغرام راح يكون إن شاء الله ويانا بعد على الهواء كويت underscore CU. حلو. إذا ويانا الانستغرام اللي حاب يدش ويشوف إبداعات شباب الكويت بالخارج اللي بالفعل كلنا نفتخر فيهم ما شاء الله عليهم كوكبة جميلة من الشباب الكويتيين الطلبة اللي مبتعثين بالخارج قاعد ينجزون يمكن كثير من الأمور اللي إحنا للأمانة سعداء بوجود يمكن هالأفكار الجميلة اللي بالفعل تفجر يمكن كثير من المواهب اللي موجودة عندنا. قواك الله. حاب تقول كلمة للشباب؟ أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة ما تقصرون. الله يسلمك. بصراحة بس الله يوفقنا إن شاء الله بالشغل اللي شغالين عليه ويعطيهم العافية شباب أمريكا على تفاعلهم معنا وما يقصرون إن شاء الله أقدم لكم أشياء أحسن وأحسن. آمين إن شاء الله. يعطيهم ألف عافية شباب اللي موجودين الطلبة بأمريكا وبالكويت وشبابنا العموم هم قولوا فعل أكيد. ويعطيك ألف عافية عثمان اللي موجود ويانا خلف الكواليس اللي أبدع الأمانة في وجود ما شاء الله العدسة أو الكاميرا وياه في أنه ياخذ لقطات الجميلة والأجواء اللي موجودة بالخارج. ويعطيك ألف عافية إن شاء الله موفقين. طبعا نتمنى من الكل استمتع من خلال وجود بعض الفقرات والضيوف اللي أبدعوا أكيد في مجالاتهم. على أمل نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة أخرى وموضوع جديد ويعني
حابين اللي عنده فكرة أو مشروع أو موهبة حاب إنه يبادركم معنا برنامج شباب جولف فعل، ما عليك إلا الدش وتبادر والدش الانستغرام شباب كيو 8 تي في. أي مبادرة طيبة عندك أي فكرة تقدر إن شاء الله تدش، وأكيد طاقم عمل البرنامج راح يتواصلون معكم إن شاء الله نلتقي معكم باكر بنفس الوقت مع برنامج شباب جولف فعل. نشوفكم على خير، مع السلامة.